النهارده هنتكلم عن سرعة القصف، اسبابها وطرق علاجها. الاول لازم نبقى عارفين احنا عندنا نوعين من سرعة القصف. النوع الاول وده بنسميه برايمري، وده بيمثل 95% من المرضى، وده بيكون شخص من بداية حياته الزوجية وهو عنده سرعة قصف. النوع الثاني وده بنسميه سكندري، وده بيمثل شريحة صغيرة من المرضى لا تتعدى 5%، وده بيكون شخص كان بياخد وقته في العلاقة الزوجية وفجأة بقى عنده سرعة قصف. ده ليه أسباب محددة بتسببه، أشهرها وجود التهاب في الغدد التناسلية زي الحويصلة المنوية أو البروستاتا. بس في الحالة دي لازم المريض بيجي بيشتكي مع سرعة القصف إن عنده حرقان شديد في البول وحرقان أثناء القصف. السبب التاني إن يكون حصلت أزمة نفسية للشخص ده، ففجأة بدل ما كان بياخد وقته كفاية مع زوجته فجأة بقى عنده سرعة قصف. دول السببين اللي بيسببوا لنا النوع التاني من سرعة القصف، اللي هو النوع النادر أو النوع القليل اللي شخص يقول أنا كنت باخد وقتي وفجأة بقى عندي سرعة قصف. بالنسبة للنوع الأول من سرعة القصف، وزي ما اتفقنا إن ده الشريحة الكبيرة 95% من المرضى، وده بيكون شخص من بداية حياته الزوجية كده. الحقيقة النوع ده ما بيبقاش حالة مرضية، دي بتبقى صفة شخصية في الراجل نفسه. الرجالة مش زي بعض، زي ما في تفاوت ما بين الرجالة في الطول في العرض في معدل الذكاء، في تفاوت في معدل القصف. في واحد بيقعد دقيقتين، في واحد بيقعد 5 دقايق، في واحد بيقعد 10 دقايق. هي كده نقدر نقول خلقة ربنا كده أو طبيعته كده. في شخص راضي بمعدل القصف بتاعه وزوجته راضية والأمور كويسة، ففي واحد بيقعد دقيقتين وشايف إنهم مناسبين بالنسبة له ومناسبين لزوجته وما عندوش مشكلة. في واحد بيقعد 10 دقايق بس شايف إنه ده هنا سرعة قصف. في نقطة مهمة بس دايما الناس بتسأل تقول إيه المدة الطبيعية؟ والحقيقة بيخلطوا هنا ما بين حاجة مهمة جدا، ما بين اللي وصفه الكتاب وقال إن هو متوسط معدل القصف عند الرجال على مستوى العالم، وما بين المدة الطبيعية. والحقيقة ما فيش حاجة اسمها مدة طبيعية، المدة الطبيعية دي بيحددها الزوجين مع بعض. ففي ممكن زوجين الزوج بيكون بيقعد دقيقتين وهما الاثنين راضين، دي كده بالنسبة لهم مدة طبيعية. في زوجين بيقعدوا 10 دقايق ودول مش كفاية، يبقى إذن هنا مش مدة طبيعية. الناس بتخلط ما بين الرقم اللي موجود في الكتاب اللي هو من 5 ل7 دقايق وبيفترضوا ان دي المدة الطبيعية عند الرجل. لا، والحقيقة ما فيش حاجة اسمها المدة الطبيعية عند الرجل. المدة الطبيعية دي بيحددها الزوجين حسب متطلباتهم. فلو في زوجين بيقعدوا مع بعض في العلاقة دقيقتين والدقيقتين دول كفاية للطرفين، إذن دي مدة طبيعية بالنسبة لهم. في زوجين بيقعدوا 10 دقايق بس المدة دي مش كفاية بالنسبة لهم، إذن دي مدة مش طبيعية وبيحتاج تدخل طبي. أمال إيه من 5 ل7 دقايق المذكورة في الكتاب دي؟ لا، ده هنا مش بيتكلم عن المدة الطبيعية عند الراجل، لا هنا بيتكلم عن إن ده متوسط معدل القصف عند كل الرجال على مستوى العالم. هم خدوا معدل القصف عند كل الرجال على مستوى العالم من كل الفئات العمرية من كل المجتمعات، فلقوها انها تتراوح من 20 ثانية ل 20 دقيقة. فلما خدوا متوسط بتاعها طلع من 5 ل7 دقايق. فالكتاب بيقول ان متوسط معدل القصف عند الرجال على مستوى العالم من 5 ل7 دقايق، لكن مش معنى كده ان ده الطبيعي. يعني مش معنى كده ان انا لو جالي مريض بيقول لي انا عندي سرعة قصف وقلت له انت بتقعد قد ايه؟ قال لي انا بقعد 5 دقايق، وما اقول له لا روح انت طبيعي. احنا بنعالج المريض حسب متطلباته. انا بيجي لي مريض اقول له إيه انت عندك سرعه قصف؟ يقول لي لا انا كويس. بتقعد قد ايه؟ يقول لي بقعد دقيقه. هو شايف نفسه كويس. يجي واحد تاني الحقني يا دكتور انا عندي سرعه قصف. بتقعد قد ايه؟ يقول لي بقعد ربع ساعه. هو شايف كده عنده سرعه قصف. لازم اتعامل معاه، ما ينفعش المريض لو نادي ده امسكه واديله علاج بالعافيه واقول له لا انت مش طبيعي. وما ينفعش الراجل التاني ده امشيه واقول له لا انت كويس روح. هو عايز اكتر، متطلباته اكتر. يبقى المدة اللي مكتوبة في الكتاب دي أو اللي بيذكرها بعض الأطباء على أنها الرقم الطبيعي لمعدل لسرعة القصف أو معدل القصف عند الرجل، لا ده مش حقيقي، دي مجرد متوسط معدل القصف على مستوى العالم عند الرجال. لكن المدة الطبيعية بيحددها الزوجين مع بعض، وده اللي بيخلينا إحنا كأطباء نتدخل ونعالج المريض أو نديله علاج عشان يعيش حياة زوجية سعيدة.